بكم مشاهدينا إلى رحلة جديدة من مترو. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، هكذا وصف الشاعر المصري أحمد شوقي اللغة العربية في النصف الأول من القرن الماضي. أما اليوم فيكتب الشاعر الفلسطيني راشد عيسى رسالة إلى اللغة العربية يقول فيها: قلبي عليك فماذا بعد يا لغتي، قد مل من سفني ميناء أجوبتي. قلبي علي فمرآتي مغبشة، ولم تكن قد هذا التيه بوصلتي. بين جمال اللغة وتيهها نطرح أسئلتنا عن واقع لغة من أكثر لغات العالم انتشارا، إذ يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، وهي وبحسب الأمم المتحدة أكثر لغات المجموعة السامية انتشارا، ولذلك فهي إحدى اللغات الرسمية الست في المنظمة عينها. وقد خصص لها يوم عالمي وهو 18 من كانون الأول ديسمبر من كل عام، ولكن للغة العربية قواعد وقوانين لا تمكن كل مستخدميها من أن يكونوا كالإعرابي الذي قال: ولست بنحويا يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب. هل يستطيع الشباب العربي أن يعرب اليوم؟ للأسف هناك شبه إجماع على أن اللغة العربية الفصحى بنحوها وصرفها لم تعد وعاء لفكرنا وآرائنا ومواقفنا واحتياجاتنا، وكذلك لم تعد اللغة الأجنبية غريبة علينا، فربما تعددت الأسباب، ومنها كما قال ابن خلدون: المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب، والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها. فهل الكمال بعيد عنا وعن لغتنا اليوم ولماذا؟ هذا ما نناقشه اليوم، فأهلا بكم مشاهدينا ولتبدأ الرحلة. ومعنا على متن مترو الدكتور بسام شاهين، منسق مادة اللغة العربية في كليات جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لبنان. أهلا بك معنا دكتور. وأيضا الدكتور حيدر عبد الزهرة، أستاذ اللغة العربية في كلية التربية تربية ابن رشد في جامعة بغداد. أهلا بك معنا دكتور حيدر. وأبدأ معك دكتور بسام، شكرا لك. يعني كيف يمكن الحديث عن تاريخ اللغة العربية وهي أقدم وأكبر لغة سامية موجودة ومنتشرة اليوم؟ اللغة العربية نشأت قوية. عظمة اللغة العربية نشأت بالمعلقات. قوة اللغة العربية بدأت من هنا. جاء القرآن الكريم ليقويها أكثر. نعم. قويت اللغة العربية بدخول مفردات جديدة على اللسان العربي. ثم جاء بعده العصر الأموي. نمت اللغة العربية أيضا في تلك الفترة. تراجعت في العصر العباسي لوجود أمم عديدة كانت ربما لا تحبس اللغة العربية، في أقوام شاركت العصر العباسي في الحكم. وطبيعي أذكر بعض كتب التاريخ تقول هناك مناطق كان يحرم أو كان من غير المستحسن أن يتحدث أهلها باللغة العربية. العربية نعم. ثم جاء العصر التركي وكانت الضربة القاضية من هنا. بداية العصر العثماني تلقت اللغة العربية ضربة موجعة. ثم بعد ذلك جاء الانتداب. نعم. والانتداب أيضا أضاف ضربة موجعة على الضربة الموجعة التي تكبدناها بوجود الاحتلال العثماني التركي. يعني نحن اليوم عم نعاني من ضربتين طبيعي. بالتاريخ طبيعي. اللي هن الاستعمار العثماني ثم جاء الانتداب نعم الفرنسي والإنجليزي. القرار اللغوي اتخذ بالعصر الإسلامي، اتخذ بالعصر الأموي، أما بعهد الانتداب لم يعد هناك القرار العربي، أصبح في ازدواجية بين اللغة العربية الفصيحة والمحكية. طيب. أصبح عندي عربي زائد إنجليزي، عربي زائدا فرنسي، أو عربي زائدا إنجليزي وفرنسي. هنا دخلت العامية ومن هنا نبدأ. طيب. هنا مشكلتنا بدأت. أنتقل إلى الدكتور حيدر معنا من بغداد مباشرة. دكتور حيدر، نتكلم عن تاريخ ونشأة اللغة العربية، ما الذي ساهم بانتشارها؟ يعني ذكر القرآن الكريم، غير القرآن الكريم يعني مع تعدد الحضارات والثقافات وأيضا مع وجود الاستعمار كان هناك انتشار يعني على مدى القرون، مئات القرون، ما هو السبب الأساس في الانتشار غير القرآن الكريم طبعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك، تحية لجناب الدكتور اللي معاك في الاستوديو، تحية شكرا. لمشاهدي قناة الميادين.
طبعا العربية فيها أكثر من ميزة جعلتها لغة عالمية. أولها أنها لغة، حدثت حضرتك عنها أنها لغة فيها رمزية دينية، أنها لغة القرآن الكريم، ولغة يتعبد بها عدد كبير من المسلمين سواء كانوا من العرب أو من غير العرب. ارتباط عامل مع العامل الديني عامل آخر، وارتباط العامل السياسي بانتشار الدين على أصقاع المعمورة، وانفتاح الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من العالم والفتوحات الإسلامية جعلت الهيمنة الكبرى للغة العربية. وحضرتك في ديباجة حديثك تحدثتي عن لغة الغالب والمغلوب، وحينما كانت العربية هي اللغة التي كانت للمسلمين في عصور، نستطيع إذا استطعنا أن نسميها العصور الذهبية، العصور المزدهرة التي كان الإسلام فيها قويا عاليا كبيرا، يمتلك شخصية كبيرة، امتد نفوذه على أرجاء المعمورة، استطاعت اللغة العربية أن تنتشر وأن يكون لها جاذبية وأن يكون لها من يريد أن يتعلمها، ارتباط العامل السياسي مع العامل الديني. فضلا عن ذلك أنه اللغة العربية فيها مقومات كثيرة تجعلها من اللغات المحببة إلى نفوس من يريد أن يتعلمها، تداخل الثقافي واقتراب كثير من الثقافات وانتشار العلوم العربية. هنالك كانت في الأمة العربية حركة علمية كبيرة فضلا عن العامل السياسي والعامل الديني، هنالك الحركة العلمية. نحن اليوم نستورد الأفكار ونستهلك أفكار الآخرين، لكن علينا ألا ننسى أننا في عصر أو في زمن من الأزمنة كان فينا في العربية عالم الكيمياء، وفي العربية عالم الأحياء، وفي العربية عالم اللغة والفلسفة، وكانت الناس هي التي تستورد منا العلوم. كنا نكتب ونطبع والفنون، أحسنتم، يعني كان هناك مساهمة تماما، كان هناك مساهمة فعليا من قبل يعني من يتكلم باللغة العربية، إنتاج ثقافي فكري فني علمي، ولذلك ربما انتشرت. اليوم للأسف يعني الإنتاج ليس بهذا القدر. سنكمل الحديث حول هذه النقطة، ولكن دعونا قبل ذلك نتوجه إلى الجزائر لنشاهد تقرير عن حال وواقع اللغة العربية في الجزائر، وكيف يتعاطى الشباب مع هذه اللغة هناك في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي. لغة الدولة هي اللغة العربية، زائد لا ننكر بأن اللغة الفرنسية هي وريث الاستعمار، لها بعض المقامات لكن ليست بلغة الهوية. الاستعمار دائما يترك لغته ولكن لفترة زمنية معينة، ثم هذه اللغة هي مسألة مرحلة من المراحل لها أثرها في الشارع الجزائري. التعليم في المراحل الأولى في الجزائر معرب من الحضانة إلى المرحلة الثانوية، فعندما نأتي إلى المرحلة الجامعية نجد ما هو معرب، يعني كله يتلقى بالعربية، وما هو يدرس باللغة الفرنسية. عندنا عمل وهو الانغماس اللغوي، سنقوم به مشروع وطني ننجزه في جامعة أحمد بن بلة بوهران حول كيف يتحدث الجزائري لغة عربية بسيطة دون معرفة القواعد. الآن جيل جزائري، جيل يبحث عن هويته اللغوية، جيل طموح بأن تنال اللغة العربية مواقع متقدمة مثل اللغة الفرنسية، وأن لا تشتكي الفقر سواء في الجانب الأدبي أو العلمي. نقول لك أن اللغة العربية في الجزائر تعاني من عدة مشاكل جوهرية، مثلها مثل واقع اللغة العربية في الجزائر كما هو واقعها في المغرب أو في تونس أو في مصر أو في لبنان أو في أوطان أخرى. كل شعب انتمى في لحظة تاريخية إلى أحد اللغات، إلا وتوجد جزء كبير أو مخزون لفظي كبير يدخل على لسان العامة ويصبح جزء من لغة الحياة اليومية. الشباب الجزائري كله يركن باللغة، مشحنة ببعض الكلمات من اللغة الفرنسية. هذا لا نقول غير صحيح، وهلك كذلك دائما نقول لابد أن ينظروا له بنظرة أخرى.
نعم، عودة من جديد لك دكتور بسام. يعني تحدث أستاذ علم الاجتماع الزبير عروس من الجزائر عن اللغة العربية في الجزائر وكأنها لغة يعني حكومة ودوائر حكومية ومناصب. ما القيمة الاجتماعية للغة العربية اليوم في عالمنا العربي ولا سيما وسط جيل الشباب؟ طبعا اللغة العربية لها أهمية اجتماعية. سبق الحديث الدكتور حيدر قال إنه اللغة العربية لها حالة سياسية أو حالة دينية، وأنت تضيفين الآن الحالة الاجتماعية، وأنا أؤكد ذلك أن اللغة العربية هي لغة العرب. اللبناني عندما يكتب لغة عربية لا يكتبها لأهل لبنان، نعم، يكتبها للأقطار العربية. من هنا أنطلق لأقول لك العامية عندما يريدون أن يفرضوها سنعيش وسط عالم عربي لا أحد يفهم أحدا. لا أنا أستطيع كلبناني أن أتكلم بالعامية يفهمها الخليجي أو العربي، والعكس أيضا هو صحيح. لذلك اللغة هنا لها حالة اجتماعية لأنها تحاكي المجتمع العربي كله. اللغة العربية واحدة في مؤلفاتنا، يقرأها العربي إن كان جزائري أو إن كان أي هوية عربية، واللبناني أيضا. لذلك نتفق أنه هناك حالة دينية، هناك حالة سياسية، وأيضا هناك حالة اجتماعية. أنت تتكلم دكتور عن الحالة الاجتماعية أو الأهمية الاجتماعية للغة العربية الفصحى. نعم. بس من يتكلم اللغة العربية الفصحى غير هلأ نحن بالاستوديو؟ يعني هلأ نحن اليوم لا ننكر أنه بالأساس اللغة العامية كمان موجودة، وليست موجودة، وكانت موجودة وكانت منذ موجودة زمن، منذ أيام النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. هناك لغة ما يسمى باللغة الفولكلورية، يعني اللغة العامية. كان هناك لغة أدبية للكتب، لغة للكتابة، وكان هناك لغة محكية أيضا مثل ما عنا اليوم. نفس الشيء اليوم عصرنا ما بيختلف عن العصر الماضي. نحن اليوم كما نتعلم العامية في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي مجالسنا، باستطاعتنا أيضا أن نتعلم اللغة العربية المبسطة. بس هل يعقل أن نتكلم بها يعني؟ اللغة المبسطة طبيعي من الصعب أن نتحدث بلغة عربية فصيحة طوال الوقت، ولكن عتبنا اليوم على المتعلمين، عليكم أنتم الإعلاميين. أنتم الإعلاميون من المفترض ما دمتم تنطقون بلغة عربية نحن سنحاسبكم. المشكلة عندنا هون الذي يشوه اللغة العربية بصراحة. يعني طب دعنا نتكلم عن دور الإعلام بس بالقسم الثاني من الحلقة. أنتقل إلى بغداد، إليك دكتور حيدر. يعني اللغة المحكية أو اللهجة المحكية تضفي رونقا خاصا على البلاد. يعني أنا لهجتي عزيزة علي وعزيزة جدا، واللهجات أيضا في تراجع. يعني يمكن ما بقى نحكي بغدادي أصيل مثل قبل، أو حلبي أو شامي دمشقي أو حتى تونسي. صار في يعني تراجع، يعني ستي بتحكي بطريقة وأنا بطريقة أخرى. هل اللهجات المحكية في اللغة العربية أيضا في خطر؟ لحظة عزيزتي، أنا من خلال كلام الدكتور بسام اللطيف يعني ممكن أشير لك لحالة، أنه العربية اليوم ما تتعرض له لا يتعلق بواقع اللغة العربية فحسب، وإنما هو وسيلة وجسر للعبور إلى الوصول إلى حالة تفتيت المجتمع العربي، على اعتبار أنه اللغة العربية تجمع هذا المجتمع، وهي وسيلة من الوسائل التي توحد هذا المجتمع وتجعله جسد واحد. تجزئة هذا الجسد بدأ بهذا الأمر إلى تفتيت هذه اللغة وإبعاد اللغة التي يشترك بها جميع أبناء العربية لأنهم يتحدثون بها، حينما تذوب هذه اللغة وتتغير إلى لهجات سيكون هذا الجسد معرض للتجزئة. بعد ذلك وصلت المرحلة أنه لا يكون المساس باللغة العربية وحسب، وإنما حتى إلى وصلت إلى اللهجات المحلية الأصيلة التي كانت تميزنا والتي كانت هي عنوان. لذلك أنا أعتقد اليوم أنه التعاطي مع اللغة يجب أن يكون تعاطيا، على اعتبار أن هذه اللغة تمثل روح هوية الإنسان وهي جزء من أجزاء شخصيته، فالتعاطي معها يجب أن يكون من هذا المنطلق. مثل ما تفضل جناب الدكتور، مسألة اللغة الرسمية واللغات
اللغات المحلية موجودة في اللغة العربية وفي اللغات الأخرى. أكو شيء اسمه لغة رسمية ولغة محلية، وموجود في العربية الفصحى منذ القدم. يعني حضرتك لاحظي أنه شعراء المعلقات الذين اشتهروا في الأدب، الأدب ما قبل الإسلام، حينما كانوا يأتون إلى سوق عكاظ في مكة المكرمة يلقون شعر باللغة العربية الموحدة المشتركة، وحين يعودون إلى ديارهم يتحدثون بلغة لهجاتهم، وهذا أمر لا ضير فيه. بالتالي أنه اليوم نحن حينما نتحدث بلهجاتنا التي تميزنا عن الآخرين هذا لا ضير فيه، لكن في الوقت ذاته نحن ما نخشى عزوفنا عن اللغة. احنا كمجتمع عربي اسلامي قد لا نتشابه مع المجتمعات الاخرى، نحن نرتبط باللغة ارتباط روحي ديني، هذا من جانب. من جانب اخر حضرتك تتحدثين انه نكتب بالعربية ونؤلف مؤلفاتنا بالعربية ونتخاطب رسميا بالعربية، هذه مرحلة ابتداء خلي يعني اجزئ كلامي، لو بقينا نحافظ عليها ذلك نعمه من الله. لكن حضرتك الان انا انقل لك شيء، انه هذه الكتب الرسميه اصبحت بلغه عربيه هزيله وملئه بالاخطاء، مخاطباتنا الرسميه ملئه بالاخطاء، خطابنا الاعلامي على شاشات التلفاز، حضرتك الان متفضله حينما تتحدثين بهذه اللغه الدارجه العربيه التي تخلو من اللحن والخطا، لكن اليوم كثير من الذين يظهرون على شاشات التلفاز يتهيبون الحديث بالعربيه الفصحى ويلجؤون للحديث بالعامية، أو يتفاخرون أنهم يذكرون بعض الألفاظ الأجنبية ولا يستحون إذا أخطأوا في اللغة العربية. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أقول لك أنه أكو شيء أصل وأكو شيء متحول، أكو شيء ثابت وأكو شيء متحول. الحفاظ على أركان العربية وجذورها وأصولها وتفاصيلها هذا يكون من الثابت، لكن تطور المجتمع وسياقات الحال الجديدة واستيراد مجموعة من الألفاظ الأخرى، اليوم نحن لو حافظنا على واقع اللغة العربية وعززناها في أرواحنا وصدرنا ثقافة إلى العرب أنه احترام اللغة جزء من احترام هويتنا، لكان بالإمكان أن نحفظ ثوابت العربية ونحفظ أسسها، ولا ضير حين ذاك أن نتكلم العربية الدارجة في مؤسساتنا العامة في حديثنا العادي. نحن يعني العربية هي نفسها التي تتحدث عن فكرة أن لكل مقام مقال، وعلماء العربية هم الذين قالوا أننا لا يجوز أن نخاطب الناس بأسلوب واحد. من المؤكد أن في كل مقام مقال، أن لكل مجتمع طريقة حوار، أن لكل سياق زماني طريقة حوار، لكن هذا لا يدفعنا أن نذوب في اللغات الأجنبية ونجافي عربيتنا الفصحى، ولا سيما أنها لغة كتابنا المقدس وأنها لغة ديننا، اللغة التي نتعبد بها إلى الله عز وجل، هي وأنها قومية لغة هويتنا التي نعتز بها، دينية وقومية. تماما. طيب دكتور، دعنا ننتقل إلى فلسطين حيث الأرض تتكلم عربي. لا شك أن إسرائيل استعملت العديد من الوسائل للتهميش وأحياناً لتغييب وطمس اللغة العربية. إسرائيل منذ البداية أرادت أن تكون اللغة العبرية هي اللغة المهيمنة، وعملت على ذلك منذ قيام الدولة. آلاف التسميات التي مواقع وأماكن كان لها تسميات عربية، وهذه التسميات طبعا غيرت تماما وحرفت تماما وشوهت تماما، وفي أحيان كثيرة طبعا هذه الأسماء حذفت، وفي أحيان أخرى شوهت، وذلك طبعا للقول أن لا يوجد آثار ثقافية للشعب العربي الفلسطيني في هذه الديار. بالطبيعي الأسماء هي جزء من الموروث اللغوي والثقافي. في الواقع يعني الحركة الصهيونية اعتمدت تغييب اللغة العربية والأسماء العربية منذ سنة 1922، أي حوالي ما يقارب 100 عام، حيث أن الكيرن كيمت أو الصندوق القومي لإسرائيل قام بتعيين لجنة لإعطاء أسماء عبرية ويهودية للمستوطنات التي أقيمت على أراضٍ عربية. يريدون اللغة العربية أن تكتب، ولكن لا يريدون أن تكتب الأسماء الأصلية، أن تكتب القدس أورشليم ولا تكتب القدس. في الواقع هناك استراتيجيات لعبرنة الأسماء العربية وتهويدها. أبرز هذه الاستراتيجيات هي ترجمة الأسماء العربية. مثال على ذلك شقيف نصور أصبح تسوكها نشريم، وادي الإغراب أصبح ناحل عورفيم، وادي عبد الله
ترجم ليصبح ناحل عفاديا، وذلك لجعل الحيز هو حيز يهودي، واللغة العربية فيه لغة مهيمنة وبالكاد تكون فيها استعمال في المحيط العربي. عدم ظهور الأسماء إلى المكان يقلل من الانتماء بين المواطن أو الإنسان العربي والمكان، ويطمس الرواية التاريخية والثقافية لعرب هذه البلاد. كانت محاولات يعني منذ قيام الدولة لأن يكون تعليم اللغة العربية هو تعليم ما يسمى ميكانيكي، وأن تفقد اللغة العربية من روحها في التعليم. تجلى ذلك في أن الكثير من المقطوعات الأدبية العربية الفلسطينية لا تعلم، ويعني يريدون أن يقولون للعرب أن اللغة العربية ترتبط بالماضي، والماضي الذي لا له ارتباط لا باللغة العربية ولا بالهوية الفلسطينية. الاسم في الأساس هو حق الملكية على الأرض، وعندما أنت لا تملك أسماء فأنت يعني لا تملك من ناحية رمزية حق التملك على الأرض، ولكن هناك كذلك أبعاد ثقافية، أبعاد لغوية، وأبعاد اقتصادية. لا شك أن هنالك تأثير للعبرية والعبرنة على حياتنا اليومية، هنالك تأثير، لكن في ذات الوقت هنالك مسار آخر من المجتمع الأهلي والعشرات من الجمعيات التي تقوم على تعزيز اللغة العربية. إذن أنا متفائل أننا سنحافظ على هذه اللغة في هذه المنطقة. هل هذه المحاولات كافية؟ أقول لا، لكن باستطاعتنا أن نقوم بأكثر محاولات وتعزيز هذه اللغة لكي تكون مؤشر على وجودنا وعلى المحافظة على هويتنا في هذه المنطقة. نعم مشاهدينا، الرحلة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، الرحلة مستمرة ونتكلم فيها عن اللغة العربية. شاهدنا قبل الفاصل تقرير من فلسطين حول اللغة هناك ومحاولة تهويد كل شيء بما فيها الأسماء الأماكن والأرض. دكتور بسام، لديك تعليق حول ما شاهدناه؟ أود في البداية أن أعود إلى ما سألت حضرتك عن سؤال إنه العامية. نحن نرى صعوبة بالتحدث باللغة الفصحى. نعم. نحن لا ندعو إلى التحدث باللغة الفصحى في حياتنا اليومية، ولكن أنا أدعو إلى عدم التحدث باللغة العامية داخل صفوفنا وفي جامعاتنا. يعني لا يجب أن تغزو العامية حجر تدريسنا. هون النقطة. طب أنا عندي ما سوى ذلك أتحدث بالعامية، أنا أتحدث مع عائلتي بالعامية أحيانا، أجامل أجامل تلاميذي عبر المواقع التواصل الاجتماعي، بكتب أحيانا بلغة عامية. المشكلة يعني منها لهالدرجة نحن مثل بيقولوا متزمتين. طب نحن دكتور فقط عندي سؤال فقط لألك. داخل الصف. نعم. وداخل حجرات التدريس، داخل الصف وداخل يعني حجرات التدريس وكل ذلك. في كتاب الخصائص لابن جني، وهو من أول أو أوائل الكتب وأشهرها التي كتبت في فقه اللغة وفلسفتها، يعرف اللغة بأنها أصوات تعبر أو يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. اليوم أغراضنا داخل دروس هل هي عربية من إنتاجنا؟ يعني كل أغراضنا واحتياجاتنا وحتى العلم اللي عم ندرسه هو علم يعني نحن منا مساهمين فيه. طيب. عدا الأدب. أوكي. عدا الأدب. هنا نطرح السؤال. هل نحن نعلم أبناءنا بكتب الأقدمين اللغة العربية، أم نعلم أبناءنا ما تويغزيني بمقالات الجرائد وبالصحف والمجلات؟ أتكلم عن العلم، القيمة العلمية للغة العربية. هل ما زالت موجودة؟ نعلم أنه في السابق ساهمت بشكل كبير جدا في القيمة العلمية، لأنه كنا ننتج علم، عندك كلمات طلعناها لبرا مثل الجبر، علم الجبر وغيره. اليوم الأشياء اللي عم نستوردها هي من برا، نحن ثقافتنا وعلمنا والتطور التكنولوجي والتطور العلمي. يعني كيف نساهم باللغة ونمارسها ونتمسك فيها داخل صفوفنا العلمية ونحن ما عم ننتج علم من خلالها؟ هلا لا شك انه اللغة العربية تتأثر بالمحيط العربي. اليوم اذا نظرنا الى المحيط العربي المحيط حولنا، انت حالات التشرذم وحالات التفجير وحالات المشاكل الأمنية وما سوى ذلك،
طبعا تتأثر اللغة العربية لأن المحيط العربي كله متفجر. يعني اليوم إذا حملتي مش لغة عم نحكي، حملي عملة لبنانية ودوري فيها في كل دول العالم، هذه العملة اللبنانية أو أي عملة عربية ليس لها قيمة كالعملة الأجنبية مثلا. طبيعي أنه نحن الحالة العربية اليوم، الحالة المتشظية البعيدة شوي يمكن عن اللحاق بالركب الحضاري اليوم، بيأثر طبيعي، بدي أثر بلغتنا. أنت مع تعريب المصطلحات العلمية والتكنولوجيا؟ قبل قليل مررنا بتقرير على دولة إسرائيل، نعم، وهي التي تحاول طمس المناطق العربية وأسماء المناطق العربية، وبالتالي طمس التراث العربي أو الفلسطيني، دولة الاحتلال، نعم. لكن هي تعلم الرياضيات والعلوم بلغتها العبرية. نحن في لبنان كان لنا حتى العلمية، يعني حتى العلم طبعاً، الطب وغيره طبعاً. نحن في لبنان كان لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت كان لها مساهمة. نحن لفترة من الفترات كنا نعلم الرياضيات والعلوم باللغة العربية وحصدنا نتائج باهرة في تلك الفترة، ولكن تراجعنا عنها الفكرة لأن دولتنا دولة فرانكوفونية، لم يكن هناك تشجيع من الدولة اللبنانية لذلك، والأهالي حتى أيضا استنكفوا عن أن تدريس أولادهم باللغة العربية. صدقيني كان في نجاحات باهرة، اللغة العربية قادرة على أن نعلم بها كل النظريات الصعبة بالرياضيات أو بالعلوم أو بالفلسفة. يعني أنت مع التعريب المصطلح؟ أنا طبعا مع التعريب أكيد. الدول العربية كلها تعلم العلوم باللغة العربية، أغلبها على الأقل سوريا مثلا، سوريا كل الجامعات معرفة، وكمان في 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 تطور وفي نبوغ وفي عبقرية. نعم. طب دكتور حيدر أنتقل إليك من جديد. نعم. شاهدت معنا تقرير فلسطين، هل لديك تعليق حول ذلك؟ يعني هناك عمليا محاولات لتهويد كل شيء، اللغة العربية هي سلاح، أيضا سلاح مقاوم. طبعا بالمناسبه يعني انا عندي تعليقين، تعليق على التقرير وتعليق على كلام حضرتك. الافكار كثيره جدا في هذه الحلقه والتعليقات، تفضل. يعني يا ريت لو نقدر يعني نرسل لمضات ومضات قليله، تفضل. فكره انه تذويب العربيه هي فكره ليس جديده، يعني الدكتور بسام مر على التسلسل التاريخي وقال انه العصر العباسي، وانا اقول لجنابه لا، انه حتى في العصر الاموي بدا تراجع في اللغه العربيه لو قرانا التاريخ بتمعن. فانا اؤيد ما ذهب اليه انه فكره ابعاد اللغه العربيه عن واقعها ومحاوله سلب رداء بهائها هذا قديم منذ الازل. بعد ذلك انا اقول اضيف لحضرتك شيء، انا قرات مذكرات هانفر وما أوصى به محمد بن عبد الوهاب مؤسس الدولة الوهابية، وكان جزء من وصاياه إليه أنه ضرب اللغة العربية وإبعادها عن واقعها والتقليل من هيبتها. وقرأت لأحد كبار الاستعمار البريطاني من الشخصيات العسكرية أو الشخصيات التي كان لها نفوذ حينما كانت مصر مستعمرة بريطانية في زمن محمد علي باشا أو في ذلك الوقت على ما أتذكر، وقال كلمة، قال لو بقي أهل مصر محافظين على هذه اللغة وهذه التراث المعرفي اللغوي لما استطعنا التغلغل إليهم. فأنا أؤكد يعني ليس من منطلق أنه فكرة أنه يعني فكرة حالمة أو أنه فكرة لا، ولكن هذه حقيقة واقعية. اليوم دول الاستكبار العالمي تحاول سحب كل معالم شخصية الأمة العربية والإسلامية، ومن أبهى هذه المعالم هي اللغة العربية. طيب دكتور، الانتقال الثاني دكتور أحب يعني حتى ما تفوتني لو سمحتي باختصار لو سمحت، تفضل، لأنه عندنا كثير نقاط بدنا نناقشها يعني، بس تفضل. ما بس أنا حضرتك حتى ما أعبر هذه المسألة، ما تطرحي حضرتك الآن من فكرة أنه العلوم والتطور والتكنولوجيا ونحن نتحدث في اللغة العربية، أنا أقول لحضرتك شيء، أنه زرع في نفوسنا فكرة أنه العربية لا تصلح أن تكون وعاء للعلوم، هاي أكذوبة. وإلا أقول لحضرتك ما الفارق بين الإنجليزية والعربية غير أن الإنجليزية لغة الدول التي لها الغلبة الآن، اللغة الفارسية الآن يترجمون لها كل العلوم ويدرسون كثير من العلوم باللغة الفارسية. نعم، لأنه عم تنتج يتعلمون الإنجليزية لكنهم لا يتحدثون منها. عم تنتج علم وثقافة، نحن ملتيين بحروبنا، يعني نحن لا ننتج. نحن عنا أحداث، عفوا اسمح لي لأنه بدي أعطيك مثل، نحن عنا أحداث يعني هي أحداث عربية أو شؤون تتعلق بنا. عندك كلمة حجاب
باللغة الإنجليزية تستخدم ككلمة حجاب وهي تعنينا، يعني إذا كنا نحن عم نقوم بأمر معين أكيد رح يستعملوا باللغة العربية. عندك كلمة انتفاضة داخلة بكل الصحف والجرائد بل والقواميس أيضا، لكن غير هدول الأحداث والأمور نحن لا ننتج علم ولا تكنولوجيا. يعني تليفوناتنا هي كلمات غربية، الحواسيب صارت معربة بس الحاسوب بيقوم بغير أدوار وإلى آخره. إذا كنا لا ننتج نترجم فقط، يعني علق لي حول تعريب المصطلحات، لماذا أنت ترى إن كنت ترى يعني تعريب المصطلحات مهم؟ أنا عندي كلمتين. تفضل. كلام حضرتك اللي تقولي أو العربية يعني عربية استوردت كلمات، وعندنا المعرب موجود في العربية، الأعجمي والمعرب موجود في اللغة العربية. وصدرنا فيما الحاجة سبق. التي تفرض الحاجة التي تفرض نفسها حضرتك الآن لما نقول مثلا التلفزيون ما موجود عندنا في صناعتنا العربية وننقل العربية ننقل إلى العربية اسمه كما في اللغة الإنجليزية، هذا لا ضير فيه. وأنا ضد أن يلح يعني أصحاب المجامع اللغوية على محاولة أن نبالغ في محاولة إضفاء أسماء جديدة أو أسماء تقترب من الأوزان العربية على أسماء هي صنعت في الدول الأجنبية، هذا أنا معاك فيه، ما عندي فيه مشكلة. على العكس من ذلك، خلاف هذا القول أنه إحنا إصرارنا على هذه الأمور لا ربما يعني يضيع هيبة العربية. أعطيك مثال، يعني أنا حينما كنت تلميذ بعض أساتذتي يروينا فت قصة أنه مجامع اللغة العربية ما أعرف مجمع مصر مجمع دمشق حينما كانوا يحاولون أن يعربون بعض الألفاظ الأعجمية وأرادوا أن يعربوا لفظة ساندويتش المستعمل أنه نعم. أو إحنا في العراق نسميها لفة، ما أعرف أنتم في بيروت ماذا تسموها. يعني يقول أنه المجمع اللغوي أقر أن يسميها الشاطر والمشطور وما بينهما. كل العالم العربي يقول ساندويتش. المتكلم وأرهاق. يعني كل العالم العربي المتعلم. ولكن أقول لك شيء، هنالك بعض الكلمات هي عربية ومفهومة في العربية ونحن نتحدث بها بين عرب، ولكننا نتعمد أن ننطقها بلغة أجنبية إنجليزية، شعور منا بالهيبة والسرور والفرح بأننا نتكلم العربية. يعني إذا فرضت الحاجة أن نستعمل اللفظة باللغة التي ولدت فيها لا ضير في ذلك، لكن اللغة التي تكون مفهومة عندنا ونتعمد أن نجافي العربية واستبدالها بلغة، هذا ترف فكري ويعزز فينا فكرة الجنوح نحو اللغات الأجنبية وجفاء اللغة العربية. بس أنا بدي أتطرق لفكرة كتير مهمة قبل أن ننتقل لنشاهد تقرير آخر، هذه المرة من سوريا. اللغة العربية عندها حاجز التطور والتغيير، يعني نحن ربما هذا الموضوع من قداسة يعني اللغة لأنه القرآن الكريم أنزل فيها. طبيعي. لماذا لا تتطور وتتغير برأيك؟ الصدق يجزأ، الكذب يجزأ، عندي نص كذب وعندي كذب كامل، عندي تسامح وعندي نصف تسامح. نعم. اللغة هي لغة الدين، لغة القرآن، لغة فكري وجداني حياتي. بس لا تتغير وتتطور. ربما اليوم تمر بمراحل من التعثر ولكن لن تقع. ربما تمر اليوم بحال من الاعتلال ولكنها لن تموت. أنت بتشوف لبعدين حتكون بأحوال أفضل. أكيد طبعا. وأكبر دراسات تقول ذلك، إن اللغة التي ستبقى هي اللغة العربية لأنها محفوظة في الصدور قبل السطور. وهي جميلة أيضا اللغة. جميلة كتير مش لما شوي. لما أقول أنا بحبك مش أحسن من I love you يعني. أكيد. طيب عن جمال اللغة العربية دعنا ننتقل إلى سوريا دمشق لنشاهد تقرير حول الخطوط العربية، أنواعها أشكالها وتأثرها في الحضارات والثقافات المختلفة. كتاب العربية ولدت في أحضان القرآن الكريم كفن، ولكن هذا التطور الذي جرى على اللغة العربية جرى من خلال الخط العربي، بمعنى أن الخط العربي حينما كان في الفترة الأولى في القرن الهجري الأول كان الخط العربي هو عبارة عن جسم حرف، لم يكن هناك شكل، لم يكن هناك نقض، لم يكن هناك هذه الأشكال التي طرأت فيما بعد على جسم الحرف العربي. أسلوبين الأساسيين في الخط العربي هما الأسلوب اللين والأسلوب الهندسي. الأسلوب اللين تكتب الحروف وتكون لينة، والقلم الذي يحقق هذه الليونة هو القصبة، والقصبة هي قلم الخط العربي. هناك في الأسلوب اللين أنواع كثيرة، لكن أشهرها هي خط النسخ الذي كتب به القرآن الكريم على الأغلب،
وهناك أيضا خط التعليق وخط الثلث وخط الديواني بنوعي، الديواني الجلي والديواني الرقعة. أما الأسلوب الهندسي زواياه حادة وقائمة، وتكتب حروفه وتتحقق من خلال الأدوات الهندسية على الأغلب. طبعا خط العربي الآن أصبح من خلال الحاسوب، من خلال الكمبيوتر، أرى فيه بعض الضعف، وخاصة في القيمة الجمالية، لأن الذين اتخذوا أمهات للحروف في الحاسوب وفي الكمبيوتر لم يراعوا القضية الجمالية بالنسبة لأنواع الكتابات. ويندرج ضمن هذا الأسلوب كل ما يطلق عليه الخطوط الكوفية، والخطوط الكوفية هي أنواع متعددة وكثيرة جدا، وهي منسوبة إلى مدينة الكوفة في العراق. هذا الأسلوب هو أسلوب يمكن أن يكون أكثر نجاحا بالنسبة لوسائل الطباعة الحديثة وللكمبيوتر. لذلك نحن حينما ننظر إلى الإنسان الخبير الذي يعمل بشكل جيد في ميدان الخط العربي يستطيع أن يصل إلى مستويات، وهناك بعض الخطاطين الكبار الذين يستخدمون الحاسوب في عملهم، فإنهم ينتجون لوحة، يعني ينتجون هناك أشكال جميلة جدا في التكوين من خلال استعانتهم بالحاسوب. ولكن يبقى دائما وأبدا أن الآلة تفقد الروح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني هذه الآية العظيمة توضح بشكل جلي على أن الخط العربي هو لنقول هو اللسان البصري إن صح التعبير للغة العربية. إذن اللغة العربية هي بالفعل جميلة، يعني ما هيك دكتور بسام؟ طبيعي. يعني بالخط وحتى القيمة العاطفية. سأنتقل إليك دكتور حيدر، حدثني هيك باختصار لننتقل لغير نقاط عن القيمة العاطفية للغة العربية. يعني قبل مشاهدة التقرير قال كلمة أنه قدي حلوة كلمة بحبك، قدي فيها حنية وعاطفة. يعني حقيقة اليوم لا ينكر أحد أنه اطلعنا على الأدب العربي واطلعنا على النصوص القرآنية وما يحتويه من إعجاز بياني وسحر بلاغي شهد به القاصي والداني وشهد به أعداء العربية قبل أن يشهد به أهل العربية، يوحي إلى أن العربية فيها دلالة عميقة وفيها دقة ألفاظ وفيها جرس موسيقي وفيها جمالية رائعة اتسقت، يعني اتضحت ملامحها الذي يغوص في أعماقها ويحلل كل النصوص الأدبية والمتون المعرفية التي كتبت بها هذا اللغة من شعر وأدب ورواية وقصة، والنص القرآني كفيل بأن يبرز فيه كثير من هذه الجوانب. اليوم لدينا على مسارح الأدب العربي شعره ونثره كثير من دلالة جمالية هذه اللغة، وأنها كانت موحية بالعواطف وأنها موصلة لكثير من الأفكار وحتى القيم والمعتقدات حضرتك اليوم. ولكن أنا أقول أنه النفس تتعود، النفس تعتاد. اليوم نحن نعتاد أن نقترب عن العربية وأن نرمي أنفسنا في أحضان العاميات، وأن حضرتك اليوم لو بتمعن يعني كان لنا أن ندرس أبنائنا قصائد المتنبي، هل فيها هذا الجفاء؟ هل فيها هذا البعد؟ فيها كم كبير من القيم والمعارف والأدب والأخلاق وحتى العاطفة دكتور، حتى والغزل والعشق وفيها كل ما حتى الروايات اليوم تكتب في بعض الدول باللغة المحكية. مصر مثلا هناك روايات وكتب تصدر باللغة المحكية المصرية، يعني وهذا أمر، يعني حتى القيمة الأدبية للغة العربية في تراجع، أمر محزن جدا. لكن بما أنك ذكرت المتنبي دعنا نتكلم عن يعني عن الشعر وأهميته اليوم. شباب جيلي فيني أكد لك بفضله شعر نزار قباني وشعر محمود درويش، والشعر الحديث كله عن شعر صعب أنه نفهمه، مفرداته بعيدة عنا، في غربة حقيقية عندما يعني نستعين بهذه القصائد، بينما مفرداتنا أبسط، احتياجاتنا أوضح. دعني دكتور بدك حيدر تعلق؟ نعم تسمح له دكتور حيدر يعلق قبلك؟ أها تفضل دكتور بسام. المشكلة ليست في شعر المتنبي، المشكلة في المعلم الذي يختار قصائد المتنبي. على العكس تماما، هناك قصائد لو قرأناها للمتنبي كأنها اليوم تقرأ اليوم،
باللغة البسيطة والسهلة اللي شي بيت شعر أنا منها. أنا للأسف يعني اليوم ليس حاضرا في ذهني ولكن أنا أؤكد لك أن هناك قصائد لو قرأت اليوم ما كان في أي مشكلة. أكثر من ذلك هناك قصائد حتى في العصر الجاهلي الذي ينعت بأنه عصر فيه تقعير وفيه ألفاظ صعبة. المشكلة لا 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 نحن لا نتكلم نحن مع نزار مع كل الحب نحن ولكن أنا أريد أن أقول فقط أن هناك معلم المعلم هو الذي ينفر بدل أن أختار من العصر الجاهلي ما ينفر وما يولد شعور الإهمال عند تلاميذنا والإخفاق فيما بعد أستطيع أن أختار نصوص بالعصر الجاهلي هي سهلة جدا وكذلك الأمر بالنسبة للمتنبي أنت يعني تتهمين هذه الدواوين أو الشعراء أن لغتهم لا تناسب عصرنا لا أنا لا أتهم أحد ولكن نحن أبناء العصر وهذه حقيقة مطلقة صحيح. واللغة التي نعبر بها صحيح. والمفردات صحيح. والمصطلحات تختلف صحيح. كليا صحيح. يعني من لما بنصحى من النوم صحيح. لحتى ما بننام احتياجاتنا كثير مختلفة 100% دعني لأنه الوقت شوي دهمنا بدي انتقل دكتور حيدر. دكتور حيدر لديك تعليق حول هذه النقطة ولو باختصار لأنه بدي انتقل لمحور أنه نحن مفرداتنا اليوم لا تشبه كتب التاريخ. لا بس أكمل ما تفضل به دكتور بسام لأني معه 100%. يعني خلينا نبدأ من امرؤ القيس ونزولا بالمتنبي وإلى غيره. امرؤ القيس اليوم حينما ندرس طلابنا أنا لأجيال متعددة في العراق ما أعرف أنا في بيروت أتكلم عن العراق ندرسهم القصيدة التي تحدث فيها عن فرسه مكرم مفرم مقبلهم مدبرم معا كجلموت صخر حطه السيل من علي ويصف حصانه والطالب مضطر أن يحفظ قصائد 7-8 أبيات عن هذا الحصان وكيف يجري وكيف سريع في حين امرؤ القيس نفسه في معلقته أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي بسيطة. انتقد المتنبي أحلى بكثير. لحظة شوف المتنبي نحن ننشغل بقصيدة ذم لكافور لقد صار الخصي إمام الآبقين بها والحر فالحر مستعبد والعبد معبود. أنا حينما أقرأ قصيدة وصف أو رثاء المتنبي لجدته مثلا أحن إلى الكأس التي بها شربت وأهوى التراب لمثواها وما ضم نعم. مثلا يتعجب السامع المتنبي عنده هكذا قصائد طبعا لكن نحن شو ندرس نعم. ندرس نعم. بس الهجاء كافور والمشكلة التي صارت معه المشكلة مع كافور. في مناهج التعليم ونحن تكلمنا انتقالنا للنصوص مهم جدا المشكلة صحيح. في مناهج التعليم وصرنا حاكين كذا مرة أنه في مشكلة حقيقية بأسلوب التعليم تنفير الطلاب من خلال يعني إخضاعهم لقوانين النحو صحيح. والصرف وهي لازم تكون يعني صحيح. مساعدة وليست مزبوط. حتمية يعني صحيح. يكون في سليقة أكثر صحيح. باللغة العربية. طيب دعونا ننتقل هون بدي أرجع لك لموضوع الإعلام ولكن سنشاهد مقابلة مع الأستاذ بسام ضو وهو رئيس قسم التدقيق اللغوي في قناة الميادين نشاهد. لكل لغة خصائصها وبالتالي علميا لا يجوز أن نقول ما يميز اللغة هذه عن تلك اللغة ولكن هناك مواصفات تتوافر في لغتنا العربية كونها أقدم لغة سامية حية يجري التحدث بها في العالم اليوم ومن المعروف والثابت أن فيها أكثر من 12 مليون مفردة. منذ أن تأسست الميادين قبل نحو 6 سنوات أنشئ فيها قسم متخصص بالمراجعة اللغوية يعرف في الميادين بقسم التدقيق اللغوي وهو متفرغ للعمل على مدى 24 ساعة يجري العمل على 3 مستويات أساسية أولا يجب أن نتخلص من الأخطاء التي تكون في النص ثانيا في كثير من الأحيان ينظر قسم التدقيق في تركيبة النص من حيث الصياغة بحيث يعيده إلى متن لغوي سليم متلائم مع السهولة الإعلامية المطلوبة في إعلامنا المعاصر كي تصل الفكرة بسهولة إلى المشاهد. والنقطة الثالثة كثيرا ما نحتاج إلى التدقيق في المصطلحات وأحيانا في الترجمات بحيث نختار المألوف من الكلام ونبتعد عن الغريب بمعنى آخر نحن قسم نحاول أن نضبط لغتنا
ولكن من دون الدخول في تقعير هذه اللغة وفي الانزلاق إلى استخدامات لغوية صعبة لا تتلائم مع الحياة اليومية للمشاهد العربي. في النقطة المتعلقة بالإعلام، الأهم 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 في لغتنا وفي غيرها من اللغات أن تكون لغة الإعلام قريبة من الحديث اليومي للناس من دون الإخلال بالنظام اللغوي العام، وهذا متوافر في لغتنا. نستطيع أن نستخدم فصحى مبسطة ولكنها فصحى، وهذا ما قامت به الميادين فعليا. لغتنا العربية بما أنها قادرة على هذا العطاء لا يجوز لوسيلة إعلامية عربية أن تهملها، بالعكس تماما. من هنا وسائل الإعلام عليها أن تؤدي دورا إلى جانب المدارس والجامعات في الحفاظ على اللغة العربية وفي الإثبات بأنها قادرة على المواكبة العصرية. شكرا لك أستاذ بسام، لأنه بالفعل جهودك كتير كبيرة معنا كلياتنا. دكتور بسام، بدي أسألك، عندك تعليق سريع حول وسائل الإعلام؟ الإعلامي بحاجة إلى اللغة من زوايا متعددة. أولا عليه أن يعرف نهاية الحرف، يعني ضم أو فتحة. الأمر الثاني عليه أن يعرف ما يسمى بعين الفعل. أستاذ بسام عم بيحكي بيعرف هو تمام أنا شو عم بقول. والنقطة الثالثة، هل الكلمة هيدي خطأ شائع؟ هل الكلمة هيدي فصيحة؟ عندي زوايا ثلاث بالنسبة للإعلامي. الإعلامي للأسف، ليس كلهم طبعا، البعض، هذه الزوايا الثلاث لا يفقه منها شيئا. طيب دكتور، سؤال سريع، أنا معك 100% أنه اللغة العربية مهمة جدا، ولكن هل تلعب الدور الأساس في إيصال المعلومة؟ ألا يمكن أن تصل المعلومة باللغة المحكية أيضا؟ أبدا. هلا نحن هون بمترو بين العامية والفصحى. لا لا، أكيد باعتبارات يعني العامية معينة. العامية مهما كانت هي قاصرة. كيف سترفضين المصطلحات الفلسفية؟ المصطلحات العلمية. نحن بحاجة للفصحى. إذن هنا، لا أنا أسأل، هنا الميدان الأرحب للفصحى. اليوم المشاهد والشاب وحتى يعني الأكبر بالعمر شوي بياخذوا معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، نكتسب اللغة العربية من خلال هذه المواقع. أنا واحدة من شباب هيدا الجيل وبعرف أنه قد أثروا علي مواقع التواصل الاجتماعي باكتساب اللغة. بعض الأمور خاطئة، ما الحل؟ ليس كل ما يكتب بوسائل التواصل الاجتماعي، نحن كمتخصصين وكمهتمين، ليس كل ما يكتب هو صح. هناك الحل. أخطاء، هناك أخطاء فادحة. طيب الحل؟ الحل أن يعود إلى أولي الأمر، أن تعودي دائما إلى الاختصاصيين. إذا أشكل عليك يعني أمر معين، يعني الاجتهاد شخصي يجب أن يكون طبيعي والمتابعة طيب. شخصية. دعني أنتقل لدكتور حيدر. دكتور حيدر، ختاما، هل لديك تعليق حول وسائل التواصل الاجتماعي ووجود اللغة العربية اليوم عليها؟ يعني أنا أعتقد أنه كل إنسان غيور على هذه اللغة، وكل إنسان حريص، وكل إنسان مختص يقدر هذه الظاهرة ويقدر مشكلة أن ضياع اللغة العربية من لسان العرب والمسلمين. من الضروري أن يجد السبل والوسائل التي يعيد هذه اللغة إلى نصابها، وأن يصحح المسيرة ويصحح الأخطاء التي نشخصها. ومن تلك الأخطاء التي نشخصها الآن الحديث بالعامية أو هجر الحرف العربي داخل مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا أقول لك أنه اليوم هذه المواقع ووسائل الإعلام أشد خطورة، لأنها أكثر انتشارا، ولأنها أكثر استعمالا، ولأنها أكثر تداولا. فبالتالي من الضروري جدا أن نسلط الضوء عليها، وأن نقف عندها، أن نحاول أن ندخل إلى هذه المواقع، أن نحاول أن يعني نرسم حملات توعوية داخل هذه المواقع. نعم. نجعل هنالك بعض المواقع التي تتحدث بالعربية، نتبع كثير من السبل وفق خطة ممنهجة لإعادة ترويج اللغة العربية داخل هذه المواقع. يعني لا خوف على اللغة العربية، علينا فقط إدراك الآليات، آليات العمل والتطوير. شكرا لك دكتور حيدر عبد الزهرة، أستاذ اللغة العربية في كلية التربية ابن رشد في جامعة بغداد العراق. ولك أيضا دكتور بسام شاهين، منسق مادة اللغة العربية في كليات جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لبنان. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرحلة. ابقوا بخير، علّه فعلا لسان الضاد يجمعنا. رحلة جديدة الأسبوع المقبل، وطبعا عبر مترو.